تقول أتت بطعام، أم سلمة أتت بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فوضعته أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحفة، والصحابة حوله مجتمعين، أو الصحابة حوله مجتمعون، نعم. فلما بدأوا يأكلون وإذا بعائشة قد أتت من هناك متزرة. تدري ايش معنى متزرة؟ شادة وسطها كذا بإزار، وفي يدها فهر، فهر شو؟ حجر. فأتت على تلك الصفحة ففلقتها بين يدي رسول الله وبين الصحابة، فانفلقت فلقتين وتناثر الطعام. ايش هذا المنظر يا عائشة؟ ايش هذا؟ رضي الله عنك، رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة جالسون، ثم تأتي متزرة وفي يدها فهر كما في الرواية، يعني حجر، فتفلق الصفحة فلقتين.